قصة صداقة غريبة وفريدة من نوعها بين ملكة بريطانيا وأيرلندا وإمبراطورية الهند الملكة فيكتوريا وبين الخادم الهندي محمد عبد الكريم أو عبدول. يلا بينا نعرف حكاية فيكتوريا وعبدول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي قناة من هنا وهناك، معكم بلال نصر. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن قصة حدثت بالفعل وتم محاولة طمسها مرارا وتكرارا، لكن ظهرت مؤخرا وتعمل فيلم عنها، وظهرت الوثائق السرية والمذكرات السرية لعلاقة الملكة فيكتوريا ملكة بريطانيا وبين الخادم عبدول، وكانت علاقة صداقة وطيدة وصلت لدرجة إن عبدول كان المعلم لفيكتوريا. ونبدأ بقى قصتنا مع الملكة فيكتوريا. الملكة فيكتوريا ملكة بريطانيا وأيرلندا وإمبراطورية الهند وكل المستعمرات، اتولت حكم بريطانيا من سنة 1837 لحد 1901، 63 سنة، تاني أطول مدة حكم العهد بتاعها، والعصر بتاعها سمى العصر الفيكتوري. أطول مدة حكم هي حاليا الملكة إليزابيث الثانية اللي اتولت الحكم من سنة 52 لحد الآن، تخطت الملكة فيكتوريا وهي حاليا على رأس الحكم تقريبا لمدة 68 سنة. قصتنا بقى بتبدأ سنة 1887 في أواخر عهد الملكة فيكتوريا. تم اختيار شابين من الهند وتم جلبهم لبريطانيا لخدمة الملكة. الشابين دول كان من ضمنهم محمد عبد الكريم أو عبدول، شاب هندي له صفات الجسمية الهندية بس كان وسيم وكان طليق اللسان وكان لابق وكان بيعرف يتكلم اللغة الإنجليزية طبعا بسهولة. لما عبدول او محمد الكريم ذهب للقصر الملكي وشاف الملكه فيكتوريا اتكلم معاها، فالملكه فيكتوريا اعجبت بيه ويعني حست ان هو شاب لبق وقربته جدا منها، واصبح هو فيما بعد السكرتير الفعلي للملكه فيكتوريا. زي ما قلت لك كده ان بسبب طلاقه عبدول او محمد عبد الكريم ولباقه لسانه الملكه فيكتوريا اعجبت بيه وقربته جدا. الملكه فيكتوريا اتخذت من عبدول سكرتير ومعلم لدرجه ان اطلقت عليه لقب المنشي. المنشي هنا معناها الكاتب او المعلم، يعني فيكتوريا خدت عبدول معلم لها. عبدول كان بيعلم الملكه فيكتوريا، علمها حاجات كتير، يعني علمها اللغه الهنديه وعلمها اللغه الارديه وعلمها مبادئ في الاسلام وعلمها القران الكريم. فيكتوريا كانت معجبه جدا بعبدول، كان لدرجه ان هي كانت بتقربه في اي مكان تروح، في اي رحله تاخده معاها، اي زياره لاي ملوك كان عبدول يبقى موجود في الصفوف الاوليه على السفره، ومكان الطعام كان عبدول بيقعد مع الملكه فيكتوريا وياكل معاها. عبدول تم اغداقه بالنياشين والالقاب، وكان تم اقطاعه اراضي كتيره، كان حتى الملكه فيكتوريا كانت بتديله سيف وكان بيحمله، كان بيسمح له بان هو يحمل النياشين لدرجه ان هو يعني ده خادم اصبح من الحاشيه الملكيه واصبح من الاقرب المقربين للملكه فيكتوريا. محمد عبد الكريم او عبدول كان بيلعب برضه ادوار سياسيه، يعني حتى كان بيتحكم في النواب اللي بيتولوا الحكم الملكه فيكتوريا في الهند، يعني ان هو لمده وجوده في القصر 14 عام كان ليه برضه اراء سياسيه وحاجات، وبيتحكم في القرارات السياسيه للملكه فيكتوريا. ده طبعا زي ما قلت كده ترتب عليه بنقمه ان بعد وفاه الملكه فيكتوريا سنه 1901، بالرغم ان هي اوصت ان يتم معامله عبدول معامله طيبه، لكن طبعا ابنها الملك ادوار اول ما ملكه فيكتوريا ماتت وتولى الحكم مكانها تم طرد عبدول من بريطانيا ومن القصر الملكي وتم طرده للهند، وتم محاولة طمس القصة وكل المراسلات اللي كانت بين الملكة فيكتوريا وعبدول تم حرقها، وكل المذكرات بتاعت الملكة فيكتوريا تم حرقها، ومذكرات عبدول تم محاولة حرقها والاستحواذ عليها. عبدول قعد في الهند ومات سنة 1909، طبعا كان حزين جدا على الملكة فيكتوريا. القصة لهنا كانت سرية ومكتوبة ومحدش يعرف الحكاية، لحد ما ظهرت بقى الوثائق السرية والمذكرات اللي تم تهريبها بواسطة عبدول للهند ورجع تاني لبريطانيا، وكانت في وثائق سرية برضه تم طمسها أو إخفائها وظهرت تاني تم توثيق قصة الملكة فيكتوريا وخادمها محمد عبد الكريم أو عبدول في فيلم أمريكي تم إنتاجه سنة 2017 تحت اسم فيكتوريا وعبدول. فيلم ممتع جدا وقصته جميلة جدا، وبيوثق القصة الغريبة والنادرة اللي مش ممكن تتكرر تاني في التاريخ، واللي تم محاولة طمسها ومع عدم إظهارها، وسبحان الله ظهرت القصة واللي السر زي ما بيقولوا بام. I want you to teach me Indian. Indian. You can't do it. 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 You can't do it.
قصة الملكة فيكتوريا والخادم عبدول قصة غريبة وفريدة من نوعها. أنا شخصيا اتصدمت لما شفت الفيلم وعرفت القصة وبحثت عنها. يعني مهما حاولوا من طمس القصة ظهر التاني الأجواء وبانت المذكرات السرية. يعني علاقة غريبة وقصة غريبة فعلا تستحق إن أنت تبحث عنها وتشوفها. أتمنى الحلقة دي تكون عجبتكم، وما تنساش بقى تتفرج على الحلقات اللي فاتت وتضغط على زر الإعجاب واكتب التعليق اللي أنت عايزه. ويا ريت يا ريت يا جماعة تشاركوا الحلقات، وإن شاء الله هتشوف حلقات جديدة بإذن الله. ولو عندك اقتراح قوله، لو أنت عندك اقتراح لحلقة معينة أو عايز تشوف حلقة معينة قولها في التعليقات. إن شاء الله مش هتأخر عليكم بإذن الله. أتمنى لكم حياة ممتعة. كان معكم بلال مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.